معج ابتسام سلمان من البحرين. كلمونا النهارده عن فعاليات المؤتمر الصحفي وبنضيف ايه بقى لبكره وايه الفعاليات اللي ان شاء الله بكره راح نطرح كوليكشن الشتاء. عملنا في يعني حاجات هالمره مختلفه، يعني احنا اشتركنا في السمر اللي راح كان الكوليكشن مختلف، الحين مخامل على حضارات، يعني استوحينا الكوليكشن هذا من الثقافات والحضارات. يعني طبعا عملت قطعة إن شاء الله بكرة تشوفونها عن الحضارة المصرية، وكان فيها شغل مختلف لأول مرة نشتغل فيه، يعني استخدمنا يعني الأشياء المستوحاة من اللبس التقليدي المصري. كلميني أكتر إيه الألوان اللي هتبقى درجة أكتر في الشتاء والتصميمات، يعني هتبقى رايحة لفين؟ استخدمنا المارون، الأزرق، تركواز، في عندنا بعد مثل الصدفي، والأسود طبعا دائما في كل تصميم موجود مخلوط مع الألوان الثانية. هيرجع بقى اللي هو الكوليكشن بتاع اللي هو الوان كتيرة في بعض، الورد والحاجات اللي احنا شفناها في الصيف هتبقى موجودة في الشتاء؟ لا ابدا، طبعا الشتاء دايما يكون الوانه قاتمة يوحي بالدفى، يعني الالوان الغامقة هي اكثر شيء في الدفى. يعني طيب بالنسبة بقى للتصميم، تصميمات قصات مختلفة تماما عن الاشياء اللي نزلنا بها في الصيف، وان شاء الله يعني بتعجبكم. تكون تصميماتك كلها متجهة للمحجبات اكتر؟ لا، يعني انا في العبايات غالبا يعني اخذ الفاشن اكثر، يعني بس هي تنلبس محجبات وغير محجبات، لانها هي يعني العباية صارت ترند، يعني مش حصري للمرأة المحجبة فقط. لا، بالنسبة بقى للمشاركين التانيين هيبقى تصميماتهم ازاي والتعاون ما بينكم كان عامل ازاي؟ طبعا زملائي المشاركين الثانيين من الجزائر، من المغرب، من السعودية، هم يعني احنا في هالحدث حاولنا ان كل مصمم كل ديزاينر يقدم شيء مختلف عشان تكون كل حد يعني تطلع تصميماته بشكل منفرد. شرفتينا معنا في صدر، ولا اتمنى لك كل التوفيق.